في الفيديو ده انا هقوم بدور الفاشونيستا، بس انا في الحقيقة ولا فاشونيستا ولا بتنجان. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة ومحدش يزعل مني. ازيكم، معكم سارة سيد. فيديو النهاردة بيتكلم عن ازاي تبقي فاشونيستا مش مشهورة. تمام، مبدئيا كده معرفش الحركة اللي انا عملتها دي، بس يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. تمام، انا كده فاشونيستا. طيب عموما انا مش عارفه اتكلم عشان انا ببقى خنفه ساعتها، وده اكتر حاجه كويسه ان انت لازم تكوني خنفه وانت فاشونيستا، تمام؟ علشان النضاره بتبقى واصله لحد هنا، اوعي تحطها قدام عينيك كده، انت مش فاشونيستا كده، انت انسانه طبيعيه زي البني ادمين، لكن كده توصلي لحد مناخيرك كده كده انت فاشونيستا. وهي هناك هي ساعدك لو مناخيرك طويله، فكل ما النضاره بتنزل اكتر كل ما بتبقي فاشونيستا اكتر واكتر، تمام؟ طبعا الجاكيت مش ملبوس عادي، اوعي تلبسيه في ايديك كده، اوعي تدخلي ايدك في الكم، انت كده مش فاشونيستا، انت كده انسانه طبيعيه برضه. انت لازم تدخلي تعملي كده اهو، ويبقى ليكي اربع ايدين زي الكابوريا بالظبط كده زي ما انتم شايفين. مش عارفه بقى دي كانت مستوحاه ان في واحده كانت ايديها مكسوره فعملتها موضه، ولا هم طلعوها موضه على اساس ايه وترند على اساس ايه. اوعي تخشي المترو بالمنظر ده برضه، عشان انت هتطلعي من غير الجاكيت اصلا ومن غير النضاره، فلازم وانت داخله المترو بتلبسي كل حاجه كده مظبوط عشان تطلعي بهدومك، ماشي؟ طيب انا دلوقتي هقول لكم بالظبط الفاشونيستا دي عباره عن ايه علشان تبقي فاشونيستا مفيش زيك ابدا. اول حاجه طريقه اللبس، انت بتلبسي لبس مش كالمعتاد، ما بتلبسيش اللبس بطريقه طبيعيه نهائيا، بتلبسي حاجات طبقات كتير على بعضها، سويت شيرت زي ده، فوقيه جاكيت، فوقيه بالطو، تحتيه فانيلا حمالات، تحتيه فانيلا نص كم، تحتيه قميص طويل لحد ركبك. المهم انت بتلبسي كذا قطعه على بعضها. الدولاب، نص الدولاب بيبقى انت لابساه مش عشان تعدي من شطه المطار علشان الوزن، لا انت بتلبسيه كده عشان هو ده الترند، ماشي؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، النضاره زي ما انتوا شفتوها لازم تتلبس على الطريقه اللي هي على طرف المناخير دي، طرف المناخير بتلبسي النضاره وحواجبك عليكي باينين عادي، احنا ما بنلبسهاش ابدا عشان الشمس. اوعي تقولي عشان نضاره الشمس، عشان الشمس لا، احنا بنلبسها بالليل، وبتلبس لونها فسفوري واحمر واصفر زي ما انت عايزه. الاي لاينر لازم تكون واصل لحد حواجبك كده، يكون باين من النضاره، يعني الطبيعي ان احنا هنحط اي لاينر في وش النضاره هيبان، لا احنا بقى عايز نبين كل الشغل اللي احنا هنعمله. الجاكيت بتلبسيه على كتفك زي الكابوريا بالظبط كده، ما ينفعش ابدا تلبسيه زي البني ادمين عادي. اوعي 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 مامتك تاثر عليك تقول لك انت بتلبسي ايه، قولي لها اسكتي يا ماما انا فاشونيستا، انا فاشونيستا. بص ده بالنسبه لللبس، اللي ممكن تلبسي برضو الوان على بعضها بقى مش لايقه اصلا، فوشي على اخضر على احمر، الكلام ده كل ده بقى ايه بيتظبط برضو معاكي. وكمان بتلبسي بقى البلاطين، ممكن تلبسي بنطلون مش شقلب، ممكن تلبسي الجيبه تعمليها فستان توب، يعني ايه هتشغلي عقلك. اكسسوارات بقى كتير جدا، اكسسوارات كتير جدا، البحر بتنزليه بالاكسسوارات عادي، مفيش دعوه بقى لو السمك القرش جاي ياكلك انت كده فاشونيستا، لو انت حتى موتي انت كده هتموتي فاشونيستا عادي. المهم بقى ان انت هتلبسي السلسله والبتاع، هاتي بقى دهب صيني عشان لونه ما يغيرش، وما تقعديش كل شويه تقولي انا هشتري انا هشتري، عايزين نوفر برضو، احنا ناس موفرين. انت تجيبي دهب صيني، تلبسي كتير جنازير جنازير جنازير، وتروحي برضو ايه تنزلي البسين او تنزلي البحر الصيفي، لازم تكوني بكامل اناقتك وانت نازله البحر او البسين، لازم تحطي ميك اب كامل، بس بقى الميك اب اللي هو ضد الميه ده عشان ايه ما تطلعيش الناس تتخض يفتكروا ان انت عروسه البحر اللي بتخوف الناس، لا لازم برضو تكوني ايه وش بقى مثبت وحاجات كتير كده عشان ايه تبقي متظبطه مع نفسك. اسمعي نصيحه اختك. هنيجي بقى على طريقه الكلام، اوعي تتكلمي كلمه عربي، اوعي انت مصريه او عربيه ما تتكلميش كلام عربي نهائي، اتكلمي انجليزي، اتكلمي هندي، اتكلمي اي كلام. اوعي تقولي كلمه جزمه دي مثلا، لازم تقولي شوز، يعني لازم تقولي كلام انجليزي كله كله يبقى انجليزي او فرنساوي. شوفي بقى انت معاكي كام لغه وشغلي نفسك، كل ما اللغه تكتر كل ما تبقي فاشينيستا اكتر واكتر، تمام؟ اتكلمي بقى بطريقه دلع، يعني تحسي ان انت ايه شاربه حاجه كده او حاجه، ما تتكلميش زي الناس اللي هي العاديه دي، لا اتكلمي لازم تكون ليكي شخصيتك كده، اللي هو ايه تتكلمي كده اي كلام وتبقي مايسه خالص كده، فاهمه؟ اوعي تتكلمي بطريقه انت بتتكلمي فيها في البيت، الموضوع ده هيضيع حياتك. البيت ما تيجي تتكلمي مع جوزك او مامتك حاجه، والكلام انت بتتكلمي مع المتابعين بتوعك حاجه تانية نهائيا، لازم تتكلمي مش بطبيعتك خالص، اوعي تكوني على طبيعتك نهائي، يعني يا ريت تاخدي كورسات في الكلام ده. خدي كورس، كان في واحده بتدي كورس عن ازاي تبقي رقيقه، خدي الكورس عندها هينفعك برضه. تمام، انا دلوقتي جبت اللبس وعرفت انا هلبسه ازاي والكلام ده كله،
ده بالنسبه لللبس ماشي. اه نسيت احكي حاجه، لو انت محجبه ابقى تلبسي طرحه على الرقبه كده زي بني ادمين. لا ممكن تربطيها من هنا، تشتري نفسك كده مثلا، ممكن تطلعي هنا زي كرومبه كده او هرم يعني. حاولي بقى ايه تفنني تمام. شعرك ده لازم يكون باين كله، لو انت محجبه يعني لازم كل ده يكون باين، ما ينفعش تبقي محترمه كده وزي البني ادمين، لا ما ينفعش، انت كده مش فاشونيستا ماشي. هنيجي بقى نتكلم على نقطه انت ازاي تتصوري. اهم حاجه ما تبصيش في الكاميرا، اوعي تبصي في الكاميرا في يوم من الايام. حطي مثلا شجرتين يغطوا وشك خالص، مش مهم تشوفي هو الكاميرا شايفاكي. تعملي نفسك انت مش شايفه حاجه يعني، مثلا تعملي نفسك انت صورني وانا مش واخده بالي كده شمال او يمشي. شوفي بقى انت بتحبي انهي النص بتاعك وصوري، عشان انا عارفه ايه ان احنا بنحب نص من وشنا والنص التاني مضروب احنا ما بنحبوش اصلا. اوعي تضحكي، لازم تعملي بوز البطه دي يعني، عارفه بوز البطه دي حاجه مهمه جدا في الصور عشان تبين الروج، يعني تبيني درجة الروج اللي هي لايقة ازاي على القميص او لايقة على التيشيرت. انا غلطت قلت قميص، لايقة على ازاي على البلاوز او على الشيرت يعني. لازم لازم ماشي. هنيجي بقى بنتكلم على ان انت ممكن تتصوري كمان وانت ماشية او انت جارية، بس ايه يعني ما تمديش لقدام قوي عشان الراجل مش هيلحقك. كمان ممكن تتصوري وانت بتطيري اي حاجه يعني، ممكن انت بتطيري الطرحه كده او بتطيري الجيبه، بس ايه خلي بالك انت بتطيريها يعني ما تطيريهاش قوي تمام، عشان ما يحصلش مشاكل في الميديا والكلام ده. كده انا خلصت طريقه التصوير. ممكن تصوري بقى اي باك جراوند قدامك يعني، ممكن تصوري بقى شجر، ورق، جرانين، اي حاجه اتنين متشعلقين كده، المهم تتصوري تكون انت اللي باينه في الصوره. وزي ما قلت لك اوعي تبصي في الفيديو او في الصوره، اوعي لازم مش باصه اصلا لاي حاجه، بصي للفستان بتاعك، بصي للايس كريم، بصي لاي حاجه، اشغلي نفسك بحاجه وانت بتتصوري، ما تركزيش مع مصوراتي تمام. هنيجي بقى في نقطة مهمة جدا وهي الديكور. طبعا احنا جهزنا نفسنا، الصور عرفنا احنا هنصور ازاي، اللبس عرفنا احنا بنلبس ازاي، طريقة الكلام عرفنا ازاي. هنيجي بقى للديكور. اول حاجة لازم يكون عندك المفرش الفرو الابيض ده، عند البني ادمين كلهم الفاشونيستا. لازم بقى تحطي نضارتك عليه او الانسيال او يعني هو ده لازم، عايز تقعدي عليه اقعدي يا ستي مش هقول لك لا. بعد كده عندك المرايه، المرايه بقى ام لومض عارفاها، تجيبي بقى اللومض اللي هي ايه الموفره واللي بتقعد 3 سنين ده، عشان انت لسه هتطولي في الموضوع جامد والدنيا هتلزقي جامد، فعايزين حاجه تعيش، مش عايزين حاجه ايه كل شويه نجيب لمبه تفرقع في وشنا، الكلام ده مش هينفعنا نهائي كده انت عرفتي. وبعد كده بتجيبي استند هدوم وبتحطي كل الهدوم بتاعتك عشان تتفشخري على الناس. يعني مثلا انا دلوقتي المتابعين بيتفرجوا عليا ما عندهمش هدوم، لا ازاي، انا بس لازم اوريهم ان انا ورايا هدوم كتير قوي، عندي جميع الدرجات، جميع كل حاجه في حياتي، انا عندي كل ما عندي مليون جزمه. لازم تشتري جزم، معكيش فلوس تشتري بالتقسيط ماليش فيه تمام. تبقى عندك لبس كتير قوي 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 تمام. طبعا انت لو عندك لبس كتير فانت مش مستحقه ان انت هتقولي هلبس ده على ده، لان انت عندك لبس كتير اصلا يعني، انت ما عندكش قطعه واحده عشان توظفيها تلبسيها 5 طرق او حاجه، لا انت عندك لبس كتير، بس احنا نعمل نفسنا ايه مش واخدين بالنا، هنقول واو دي حاجات انت ما قلتيش الكلام ده قبل كده، ان انت عندك قطعه واحده بتنسقيها على كل ده ولا قطع كتيره، لا احنا مش هنركز معاكي، مش هتركز، قصدي انا الفاشونيستا ما حدش يركز معايا من اللي انا بقوله ده تمام. هنيجي في نقطة ان انت برضو يبقى الديكور بتاعك فيه زرع كتير وورد كتير بقى، فاهمين يعني ايه تجيبي بقى ورد كتير وبتاع زي الستارة دي بالظبط. ما تحرميش نفسك من اي حاجة، هاتي الفازات اللي هي بتاعت ايكيا دي، ايكيا بياخد يعني بصي اي حاجة هتلاقيها هناك من بتاعت الفاشونيستا. هنيجي بقى على طريقة الاكل. اوعي تاكلي اكل عادي زي بتاع البني ادمين اللي هو سندوتشات جبنة، لا تاكلي توست كل يوم، حتة توست قد كده عليها مثلا خيارات او عليها تفاحة، انت لازم تاكلي اكل صحي، اوعي تاكلي اكل بني ادمين، اوعي حتى لو انت رفيعة يعني مفيش الكلام ده، انت لازم تاكلي اكل معين، لازم يكون فيه الوان كتير كده عشان انت انسانة فنانة يعني، لازم تاكلي اكل مش زي الطبيعيين، وتصوري كل طبق، كل طبق لازم تصوري للناس عشان تعلمي الناس. طيب يا جماعه الموبايل فصل معايا، بس انا لسه مكمله الفيديو، مش هسيبكم برده، مش هسيبكم، لازم اديكم كل المعلومات اللي هتنفعكم في المستقبل الحلو اللي انتوا داخلين عليه ده. اهم حاجه عندكم الثقه في النفس، انت بتعملي حاجه صح او حاجه غلط لازم تكوني واثقه في نفسك ماشي، يعني لازم تبقي عارفه انت بتعملي ايه. حاولي بقى تصوري حياتك كلها يعني، اي حاجه انت بتعمليها في حياتك بتصوريها تمام، يعني حاولي ايه تفضحي نفسك على قد ما تقدري يعني، اي حاجه انت بتعمليها صوريها، دخلت نامي لسه صاحي من النوم منعكشه، كل حاجه تصوريها، نازله تشتري حاجه من البقال بتصوريها، جبت هديه لمامتك لازم تصوري مامتك وتاخد الهديه وتذليها بالفيديو ده وتتفرجي عليها الملايين علشان تبقي انت فاشونيستا. يعني حاولي تعملي كل الحاجات دي علشان تبقي انسانه ناجحه، اوعي إيه تخلي حياتك خصوصيه نهائيا، لازم تكون الحياه ايه كده، كل الناس عارفه كل حاجه، فاهمين انتوا.
بس كده يا جماعة، الفيديو كده بتاعي يكون خلص. يا رب تكون استفدت منه، واضغطوا لايك واضغطوا اشتراك عشان لسه السلسلة دي مطولة معايا. كل النصايح هتجيلكوا بقى، ايه ازاي تصوري صور وحشة، وكمان ازاي كل يعني بصوا في حاجات كتير قوي هعملها لكم بصراحة. فتابعوني الفيديوهات الجاية. يلا باي باي.